إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً وبعد. فنحن مع الدرس 17 من دروس السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق كان الكلام على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق التي كانت فيصلاً أو فاصلاً بين مرحلتين مهمتين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وأحواله مع أعدائه. فهذه المعركة كان فيها التحول التاريخي، أعني غزوة الخندق، إذ إنما قبلها كان العدو أو كان المشركون يغزون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الغزوة انتهت حالة الدفاع من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبدأت مرحلة الهجوم، مرحلة المبادرة، مرحلة القوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نكوص المشركين: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: اللهم إن كنت أبقيت من قتال قريش شيئا فأبقني، وإن كان قتال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم أو شوكة قتال قريش فاقبضني إليك، لأنه كان به جرح أو جراحة مؤثرة رضي الله عنه، فانفجر جرحه فمات رضي الله عنه. وقد كان في هذه الغزوة آيات عظام ومعجزات، وذكرت بعضها في الدرس السابق، وتركت كثيرا منها لحال الاختصار. وفي هذا اليوم أنتقل إلى غزوة أخرى تعتبر امتداداً لغزوة الأحزاب أو لغزوة الخندق، وذلك أن اليهود كان لهم دور سيء في حصول هذا الغزو من المشركين، وما ترتب عليه من مصاب عظيم ومن خوف عظيم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نتيجة هذا التآمر الذي اشترك فيه اليهود والمنافقون وكفار العرب من قريش وغطفان وغيرهم. فكان لليهود دور قبيح ودور شرير، مع أنهم كانوا في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد وميثاق، ولكن غدروا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد انكفاء المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أثر ما حصل عندهم من
الاتساخ وانشغالهم بأمور المواجهة والغزوة، فكان يغتسل في دار أم سلمة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: هل وضعتم سلاحكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أما نحن فلم نضع سلاحنا، لأنه بقي من قتال العدو شيء، انهض إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا سلاحه، وكان هذا قبيل العصر أو مع دخول وقت العصر، فاستنهض أصحابه وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الناس سراع، منهم من صلى العصر في الطريق وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد حثهم على الإسراع والمبادرة، ومنهم من أخذ التوجيه على ظاهره وانقاد للنص النبوي فأخر صلاة العصر حتى وصل إلى ديار بني قريظة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتب على أي من الفريقين والطائفتين، لأن هؤلاء اجتهدوا الذين صلوا في أثناء الطريق، والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الراجح من الرأيين، فلهم إن شاء الله الأجر مرتين، والذين أخروا الصلاة أيضا استجابوا لله ولرسوله. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، وأدركوا أنهم لا مناص من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحقق ما يريد فيهم، فأشار عليهم قائدهم كعب بن أسد وقال: اختاروا واحدة من ثلاث، إما أن تسلموا وتستجيبوا لما جاء به محمد، وإما أن تقتلوا ذراريكم وتخرجوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وليس خلفكم من تخافون عليه، أو الثالثة أنكم تباغتونه في يوم السبت الذي يظن محمد وأصحابه أننا لا نقاتل فيه. فلم يستجيبوا لواحدة من عروضه الثلاث، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا ننزل على حكمك، ظنا منهم أنه سيصنع بهم مثل ما صنع مع بني نضير وبني قينقاع، وهم حلفاء الخزرج، وأما بنو قريظة فهم حلفاء الأوس. فأصبح الأوس رضي الله عنهم يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بهم لأنهم حلفاؤهم، وأن يعاملهم معاملة بني النضير وبني قينقاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيكم أن ينزلوا على حكم واحد منكم؟ قالوا: نعم. قال: إذن ائتوا بسعد بن معاذ، وكان جريح من غزوة الخندق، فجيء به محمولا على حمار. فلما وصل إلى مكان معسكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى سيدكم. فأحاطوا به يناشدونه الرفق بهم، فقال: إليكم عني، فإني سأحكم فيهم بحكم أرتضيها، أو بمعنى هذا الكلام، فعرفوا أنه لن يعفو عنهم. ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أترضون بحكمي فيهم؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لقد حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى. فجيء بهم فكل من بلغ قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم حيي ابن أخطب دخل معهم في حصنهم وسبى ذراريهم وأموالهم. ثم كانت بعد ذلك غزوتان صغيرتان، وهي غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد، إضافة إلى سرايا يبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويؤمر عليهم أحدهم. وهذا هو الفرق بين الغزوات والسرايا، لأننا نسمع هذا المصطلح غزوة كذا وسرية كذا، وربما لا يفهم بعضنا لماذا هذه تسمى غزوة وهذه تسمى سرية. فالغزوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قائد الجيش هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي ما كان قائدها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بالعدد. فبعض السرايا كان عدد المقاتلين أكثر من عدد المقاتلين في يوم بدر، ومع ذلك سميت بدر غزوة وسميت هذه سرية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عدد من السرايا. كلها هاتان الغزوتان وهذه السرايا هي ما بين السنة الخامسة والسنة السادسة من الهجرة. وغزوة ذات قرد هي أن عيينة بن حصن الفزاري سيد بني فزارة، وهو أحد القادة الذين هاجموا المدينة في غزوة الأحزاب، فكان هو قائد بنو غطفان، وأبو سفيان كان قائد قريش، وكل واحد معهم معه وكل واحد منهم معه 5000 مقاتل. فعيينة بن حصن أغار على أطراف المدينة فوجد إبل تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة، فاستاقها وقتل أو أسر الرعاة الذين كانوا معه، فعلم بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من المعروفين بسرعة الجري، حتى إن الخيل لا تدركه من سرعة جريه رضي الله عنه، ولذا استطاع أن يصل إلى هؤلاء مع أنهم خيالة ويعيق حركتهم. فكان رضي الله عنه يناوشهم بسلاحه من السهام وما معه من أسلحة، فإذا توجهوا إليه اتجه إلى الجبل يتحصن به، فأعاق سيرهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جملة من أصحابه على الخيل، فقتلوا من قتلوا من المشركين وفر من فر منهم، وأعادوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الغزوات وهذه السرايا التي وقعت بين غزوة الخندق وبين غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، وهي في السنة السادسة، وهي ستكون موضوعنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يرزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه والاهتداء بسنته، وأن يلحقنا به غير خزايا ولا مفتونين، وأن يرفع درجاتنا عنده، وأن يصلح
نياتنا وذرياتنا وأن يحسن خاتمتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.